في شخص يعني بيعطي كورسات بفلوس. أيوة. يعني الترم ده بس كان في فيديوهات لي السنه اللي فاتت مجانيه، ينفع اسمعها دلوقتي ولا لا؟ ولا اسمعيها اسمعيها. ينفع؟ ينفع فيديوهات السنه اللي فاتت، ينفع ما في مشكله. يعني الفيديوهات اللي بيعملها دلوقتي غير بتاعت السنه اللي فاتت. ايوه ما كان السنه اللي فاتت مجانا. اسمعيها.